عبد المجيد تبون يفوز بعهدة ثانية لرئاسة البلاد حسب النتائج الأولية المعلنة. خبر أثلج صدور العديد من موظفي قطاع التربية، خاصة وأنه أصر وألح في أكثر من مقام بضرورة الإفراج عن قانون أساسي عادل ويرضي جميع الرتب، وها هم اليوم ينتظرون منه الاستمرار بما بدأ فيه. ومن بعد الانتخابات يعني اللي هي محطة وطنية اللي كانت يوم 7 سبتمبر ودخلنا في الاستمرارية، بعد إعادة انتخاب سيد رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، الثنائية القطبية اللي رانا ننتظروا فيها، وما يخفاكمش أن يعني الجميع ينتظر في النظام التعويضي والقانون الأساسي. عندي كذلك ثنائية في الإدماج، عندنا العمال المهنيين والأسلاك المشتركة. الشيء الثاني في الإدماج كذلك وهو بعد فتح المنصة الرقمية للأساتذة، يعني ننتظر ونتمنى راح يكون إدماج يكون قرار كما أخذ في 11 ديسمبر 2022. أهم تطلعاتنا المنتظرة من عمل السيد رئيس الجمهورية في عهدته الجديدة، المحور الخاص بالجانب المهني وهو تحسين ومواصلة تحسين القدرة الشرائية، وكذلك إعادة النظر في الشبكة الاستدلالية، المجال البيداغوجي الخاص بالتلاميذ وكذلك الخاص بالجوانب الخاصة بتمدرسهم. من كل هذه الأمور وكان كل هذا من أجل تحسين المنظومة التربوية. الحقيقة التي لا يمكن نكرانها هي اهتمام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في السنوات الخمس الماضية بقطاع الصحة أيضا قلبا وقالبا، الأمر الذي جعل موظفي القطاع يدعون إلى مواصلة الإصلاحات التي بدأ فيها. ننتظر بأن تكون استمرارية في الخدمات، يعني أولا في المشاريع تاع الصحة الكبرى اللي هي بناء بعض المستشفيات الكبرى. عندما يكون ترميم المستشفيات يكون بالنسبة للعتاد يعني عتاد صحيح وعصري، وكذلك التكفل بالمرضى لازم يكون مخطط بالنسبة للأمراض الكبرى. نناشد السيد رئيس الجمهورية مواصلته لدعم مشروع إصلاح المنظومة الصحية التكفلي بمطالبهم الاجتماعية التي يأتي على رأسها الإفراج على القوانين الأساسية والمنظومة التعويضية التابعة لها. نقطة أخرى وهي فتح ورشة الإصلاح داخل المنظومة انتاع التأمينات الاجتماعية أو ما يسمى التأمين الصحي خاصة، وهذا بمراجعة الترسانة القانونية أو الإطار القانوني الذي لم يحين منذ 1983. بعد فوز عبد المجيد تبون بعهدة ثانية في قصر المرادية، منتسبو قطاعي الصحة والتربية اليوم ينادون بصوت واحد: نريد الاستمرارية في الإصلاح.